بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم عاملة لكم وصفة لذيذة جدا. أنا متأكدة إنه في ناس كتار ما بحبوا الأفوكادو، لكن أنا عاملة لكم بطريقة تانية، ما عاملاه لكم عصير، عاملة لكم منه صوص بتاع أفوكادو كتغميسة للدجاج للبطاطس، كمان ممكن ساندويتش، يعني صوص لذيذ جدا. اي واحدة ما بتحب الافوكادو ممكن تجرب الطريقة دي وحتحبيه، انا متأكدة، وكمان حتعيدي تعمليه كله مرة. الافوكادو هو يعني شيء لذيذ جدا مفيد، في ناس بيعملوه عصير، انا متأكدة انه كتار من الناس اللي جربوه كعصير وما عجبهم، بس الوصفة دي لذيذة جدا وطعمه مختلف تماما. تعالوا اوريكم الوصفة والطريقة. انا قدمت الصوص مع الدجاج، الفيديو بتاع الدجاج بتلقيه في القناة، صوابع الدجاج المقرمشة بتلقيه في القناة، وكمان ممكن تقدميه مع بطاطس. الصوص فيه لذاذة ونكهات قوية، حاجة كده رهيبة، بتمنى انكم تجربوا الوصفة دي لانه بجد رهيب. هنحتاج لبقدونس، وكمان حبتين من الافوكادو، الافوكادو لازم يكون طري، وكمان 3 حبات او 4 حبات او 5 حبات من التوم، ما بفرق، كل ما كتر التوم بيكون النكهة اقوى. قطعناهم كويس، دخلناهم المفرمة، البقدونس والتوم والافوكادو، بعدين حتنزل عليه بنص نص نص يعني نص كاسة من الموية، يعني ما حتكتري الموية لانه احنا عاوزين الصوص يكون تقيل، بس نص كوباية صغيرة من الموية وخلاص. هتفرميه لحد ما تحسي انه هو بقى ناعم خلاص. هتنزل عليه بزيت زيتون، زي فنجان من زيت الزيتون او زيت عادي ما مشكلة، بس الاحسن انه يكون زيت زيتون يعني، وكمان مايونيز، المايونيز اختياري، اذا متوفر عندك ممكن تضيفيه، اذا ما متوفر برضو ما مشكلة ممكن تستغني عنه لانه الافوكادو اصلا بيكون يعني بيكون تقيل. الليمون مهم جدا للنكهة، وكمان ممكن خل ما مشكلة، ده بيكون القوام بتاع الصوص، قوام رهيب جدا. بعد ده حناخد عليه، حتزيد عليه البهارات، البهارات ما كثيرة، جنزبيل مطحون، كمان ملح، حتقلبيهم كويس، تديهم تقليبة كويس، بعدين حننزل عليه بشوية من الفلفل الأسود وزيت زيتون، بس دي المكونات اللي في الصوص. لكن أنا ما قادرة يعني ما حقدر أقول لكم الصوص لذيذ جدا كتير لانه هو بجد رهيب، انا بتمنى انكم تجربوا الصوص بالطريقة دي، حتى الاطفال حبوه، يعني حاجة حلوة شديد كانت مع الدجاج. بتمنى انكم تجربوا الوصفة، واذا انت لسه ما اشتركت القناة بتمنى انك انت تدعميني بالاشتراك في القناة، وما اكون طولت عليكم، مع السلامة.